السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حديثنا اليوم عن صدقة الفطر، تلك الصدقة المباركة التي تطهر وتزكي، والتي لا يقبل الله عز وجل الصوم بدونها، ولا يرتفع الصوم أصلا إلى علياء السماوات إلا بأدائها. وقد أوجبها الله عز وجل على كل واحد من أمة الإسلام قادر يملك قوت يومه، سواء كان صغيرا أو كبيرا، صام أو لم يصم، يعني واجب عليه الصوم أو لم يجب عليه الصوم، وإما أن تخرجها طعاما وإما أن تخرجها مالا. فإن أخرجتها مالا فتقدر بحوالي 1% من راتب دخل الفرد، بمعنى لو أن رجلا يكسب 1000 يورو في الشهر، فإنه يخرج عن نفسه 10 يورو، وكذلك يخرج عن كل واحد من أسرته هذه 10. فلنفترض أن الأسرة مكونة من 5 أفراد فيخرج عنهم 50 يورو، وإن كان يكسب 2000 فيخرج عنهم 100 يورو، وهكذا. لماذا اعتمدنا هذا الحكم أو هذا التقدير؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم حين أمر الصحابة أن يخرجوا زكاة الفطر، إنما كانوا يخرجونها من أوسط ما يأكلون من التمور ومن اللبن الجافي ومن الزبيب، وهذه الأطعمة تتفاوت قيمتها، فليس الذي اعتاد أن يأكل زبيبا كمن اعتاد أن يأكل شعيرا أو أن يأكل لبنا جافا أو تمرا، ثم إن هذه الأطعمة في نفسها تتفاوت قيمة وقدرة. ومن أجل ذلك قلنا إن الإنسان أو الواحد فينا ينبغي أن يخرج زكاة فطره من أوسط ما يطعم أهله، وبهذا ورد النص القرآني من أوسط ما تطعمون أهليكم، وهو الأصل في إخراج صدقات الطعام. وعلى الإنسان أن يقيس هذه الصدقة ومقابلها من المال، لا أن يخرج قيمة محددة تناسب الفقير، بل عليه أن يخرج ما يناسبه هو وما يناسب حاله وما يناسب مقامه المادي. هذا بالنسبة للأمر الأول إن كانت مالا، أما إن كانت طعاما فقد تفاوتت قيمة الأطعمة التي كان الصحابة يخرجون منها تبعا لمستواهم وما كانوا يأكلون. وبالتالي حينما قاس العلماء قيمة ما كان يخرج الصحابة وهي مقدرة بصاع، فقالوا إن الصاع يساوي تقريبا 2 كيلو، والأحناف قالوا لا، يساوي 3.25 كيلو، ونحن نميل إلى رأي الأحناف في أن قيمة ما يخرج عن الإنسان من صدقات الفطر أو من صدقة الفطر يجب أن يكون حوالي 3 كيلو جرامات، بمعنى لو أن إنسان أراد أن يخرج الصدقة طعاما فعليه أن يخرج 3 كيلو جرامات من أوسط ما يأكل. يعني لا ينبغي أن يقتصر الأمر يقول دقيق أو أرز وهو يأكل في بيته اللحم والسمك، إنما إن أراد أن يخرج يخرج من اللحم ومن السمك ومن الخضار ومن أفضل ما يأكل على مدار الشهر، لا أن يخرج من القليل النادر الذي يقول هذا ما يقتطوه الفقراء، والمقصود أنه يدخل على قلوبهم الفرحة، وأن يثري بيوتهم في هذا اليوم، وأن يطعمهم من طعامه الذي اعتاد أن يأكل منه أو اعتاد أن يأكل أفضله. أرجو أن يكون هذا الأمر واضحا. يعني الصدقة، هذه الصدقة التي يطهر الله عز وجل بها الصوم، والتي يثبت الإنسان بها صدق صومه وصدق تعلقه وتمام تقواه في هذا الشهر، عليه أن يتخير أفضل ما عنده ليخرجه لله عز وجل، إما 1% من قيمة راتبه الشهري، وإما أن يخرج أفضل ما يأكل من الأطعمة الجارية من أسماك ولحوم إلى غير ذلك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.